ممنح علينا ما ضحكت الضحكه الخايسه ترى اللي بعد زين اقول لك الراوند كم هذه هذا الراوند 4 الراوند الرابع بقايا من الراوند الثالث والراوند الثاني الحين الراوند الرابع انا قلت لك يعني ممكن نوصل للراوند 10 قال لي خذ راحتك حد لو تبغى شوف الجماعه قالوا كلوا على حسب ما تبوا لين تشبعون فانا صراحه قليل طريت صبر صبر انا اقول لك استاذنك انا بعدني بروح صوب مال حلويات وما السلطات بعدني بمر عليه باخذ اللفه هناك هذاك الراوند اللي بعده هو فين راوند 5 راوند 5 هذا زين خليني بكمل الراوند الرابع انا شوف الحال اخوي ما تقول في بريطانيا ها سمك سمك عادي تاكل بيديك اي مكان اما الدنيا بخير هذا السنه بسم الله قال عين الايس كريم هو شو ياكلوا بشوكه وسكين قالوا اوروبا قال يا به الشمام يا به عوافي عوافي متي مطعم سي فود ما لازم تاكل اللي تنبط ابدل واستوي كذي كل على الراحه خلص خلص الصحون مع اللوادم خلصهم يوم احسب عليه دبل ما اظن يحسب دبل ها لا لا البوفيه مفتوح يقول لك كله تنبط المهم هم مطعم بوفيه تلذذ بالاكل طعم الاكل ها حلاوه عليك بالعافيه تلذذ بالاكل شوف الاكل الحلو لازم يعني تضطر الصحون كلهن تخطف عليهم من الاول لين التالي اخر شيء تطلع مطعم ما تمشي ما كان عندك شيء ما بيبقى عندك مكان الحلاوه الجلي الجلي يا سلام الجلي معنا ما يسوي الا في رمضان بس غير رمضان ما احد ياكل جلي بس في رمضان الكيكة يا سلام يبالي اظني لمسه ايس كريم ولا ما يبى ما ابى الخبر هذه اخوي ييتك تراني ييتك كيف امورك خلصنا وضربنا بوفيه الحمد لله رب العالمين واستمتعنا يعني بالاكل الطيب تشيزي واوي صح شو يعني تشيزي واوي شكرا حبيبي يعني شكرا بأي لغة هذه أي بلاد ياما مال وين ذي في البريمي قريب تايلند قريب تايلند ثقبوا يا عالم ثقبوا وش يقولوا تشيزي واوي تشيزي واوي وإذا تبغى تقول لها هاي هواري لسانك كبايا بالسواحيلي مبروك يدخلها ويدخلها الزنجباري هكونا متاتا متيجي لا يقول لك إذا هم بيقولون هلو هواري ولا هلا كيف حالك يقولوا وش يقولوا ني هاو هذا بالصين هذه هذا روح شغله بعد نزلوا باللغه مالهم هم هذه لا هلا ما اعرفها صراحه احنا ما وصلنا لها شكرا شكرا حبيبي تشيزي واوا تشيزي واوا